إذا على بركة الله الكرة لمصلحة المنتخب الفيتنامي. شوف المنتخب شو لعب الكرة، حسين طيبة الله لعبها الكبير أنه حقق، وما ما ما يعني المنتخب الإيراني لن يربكنا. هذا هو أغابور، تصويبة صد لكرة أغابور، ويأتي المكمل مسلم لعبها هناك، تصويبة يا سلام مقطوعة من أمام فام جوك تلعبها الله يا رب حبها، لكن الله الله. وهذه أيضا السين صنع الأولى، وأيضا أتى سيد أحمر جنتيني دياغو مبراضي زعلان على سينا، فات يف تحدث عن الشباك النظيفة في فيتنام وباكستان. هناك وسومونوف أكبر وأديلوف، وهناك أيضا طيبة من المنتخب الله، هذا هو طيبة سبع أهداف، طيبة يصل إلى هدف سجل يا طيبة سيد طيبة، وبالتالي طيبة على الطاير، هو الطاير يسار يا علي رضا راح يصوبها بقوة. أوه. مع البرازيل هارونا، لكن هذا يا سلام عليك سيد مومني آغا تصويبة، لا تعود الكرة للخلف، آغا إلى مسلم، مسلم تصويبة كوريا لما نأتي ل 2018 تأهل الله. قلت لكم هم مصرين على التصويبات من المسافات، الله جميلة 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 والله، لعلقها كل ثمان تصويبات هدفين يأتي. أوه لم أكمل الموجودة، هذا هو اللاعب رافي بالقبلة، وبالتالي يضيف الهوفان إلى خارج الملعب، فبالتالي يأتي رافي بور صحة المنتخب الإيراني حتى فيها إلى صاحب الهدف الثالث العشرة يا عملية البرشر والضغط، وهذه التصويبة للإصرار من المنتخب الفيتنامي. يسلم عليك الكرة مقطوعة من مينا تراي لعيب تايبي 10-1، وآخر مباراة على الأرض. إذن هنا أيضا من المسافات البعيدة، أوه رفع راسه لعبها بالمسافات، هي مقطوعة من مهدي، لكن تأتي الكرة يا سلام الله، يبحث عن التصويبات، هنا تلعب الكرة يا سلام، شوف التمريرة جميلة يا سلام علي لمصلحة المنتخب الفيتنامي الخلفية، تلعب الكرة تصويبة يا سلام عليك، تعود الكرة لمصلحة 4 ثواني صوب سيد مومني، كانت لكن هنا يا أهداف. إذن على بركة الله يبدأ الشوط حسين بازايا حتى في عباسي، لكن التصويب ترى فام يا فام، هذا فام جو فام، لكن ما في تلعب الكرة تصويبة يا سلام عليك يا مومني، هنا تلعب الكرة تصويبة عباسي حتى عباسي مر عباسي كريمي مهدي كريمي، تعود الكرة منعت اليد منعت الله، لكن يقول لا تصف إلى أنه الحكم لم يحتسب ركلة جزاء ليأتي محمد حسين مخرج. خلينا نشوف لما لعب كريم منتخب الاندونيسي بدأ ينهار قليلا، عباسي ولا العاشرة عباسي لم يسجل، وبالتالي تأتي الكرة تصويبة يا قطع الكرة بأمان جعفري، بأمان جعفري حتى بأمان راح بأمان صلح دم. تصويبة الله قررها لكن راحت، تأتي الكرة مسلم، هنا الجماهير والمشجعات يشجعنا سيداتي في الخطر، عملية التيرنوفر عملية لعبة سيد مومني طويلة عالية رأسية موجود هدف مع زميله عباسي سيد طيب سيد طيب تصادم على تنفيذ ركلة الزاوية، قبل فيتنامي على الأقل يقال نصل للنتيجة. يا جماعة هنا تعود الخلف لمهدي، مهدي للاعب عباسي، يلا يا عباسي يلعب عباسي لحمزة كذا يلا، يا سلام طاير مهيئة مفهم، تعود الكرة إلى بابا جعفري مقطوع الكرة عباسي عباسي حتى عباسي شوفه مي راضي
إذا تلعب كرة حتى أوه الساعة الثامنة مع المنتخب الكويتي. تلعب الكرة كريمي وراء عباسي، لازم يسجل عباسي، وحيد العباسي متى راح تسجل؟ الله تكتير هنا مقطوع الكرة، تأتي الكرة درك الشعري، يلا طيبي طيبي الله. تلعب الكرة عباسي 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 إيران، عباسي راح عباسي جاء، وبالتالي سجل. ابحث عن جون جون هناك، لكن الله جميل المنتخب الفيتنامي. الكرة لما لعبها جون راحت هناك، وبالتالي إيران تتفوق. وهنا تصويبة الله بعمل يحاول لعبها على الطرف اليمين، تصويبة تلعب الكرة الله جفت جفت تنفذ. وهنا يطلق الميقاتي صافرت معلن.